تمام. كابتن بلال، اداء هجومي جيد للنادي الاهلي في هذه المباراه، استحواذ زي ما الكابتن فتحي قال 63 او 64%، وبالتالي كعاده النادي الاهلي دائما ما يحافظ على الاستحواذ. وخد بالك سان داونز ثالث فريق في الثمان فرق بيستحوذ على كره القدم سواء جوه ارضه او بره ارضه، وبالتالي انت افقدت سان داونز ميزه كبيره جدا جدا، وفي نفس الوقت ما زالت الميزه دي متواجده مع النادي الاهلي. بص انا بحيي فايلر ولاعيبه النادي الاهلي النهارده اولا على الاداء الدفاعي رقم واحد بالنسبه لي انا شخصيا، يعني شايف ان اداء الدفاعي الاداء الدفاعي عند النادي الاهلي جيد جدا يكاد يكون بامتياز. يعني النهارده بتلاعب فرقه كابتن عندها مفاتيح لعب كتيره جدا، عندها امكانيات وقدرات عاليه، عندها سرعات، عندها مهارات فرديه عاليه جدا جدا. لما تطلع حصيله المباراه بانك ان هو يروح على المرمى اربع مرات ويلعب واحده اون تارجت بس ما بين الثلاث خشبات وما بين يعني في وسط الجول، اعتقد ده نجاح كبير لعبت النادي الاهلي دفاعيا. الاداء المتماسك والربط اللي ما بين ياسر وما بين محمود متولي النهارده كان اداء رائع جدا جدا، عجبني النهارده. التغطيات اللي اتعملت النهارده من احمد فتحي ومن علي معلول في الجوانب الدفاعيه كانت رائعه جدا جدا. فخليني اقول لك ان احنا نبتديها الاول يعني من الاداء الدفاعي للنادي الاهلي. لو اداء الدفاعي جيد، يعني احنا دايما في مباراه النوك اوت بنقول ايه، اللي بيدافع كويس هو اللي بيكسب في الغالب. مزبوط. هو ده، هي دي مباراه النوك اوت، هتدافع كويس يا كابتن هتكسب. بالظبط. هتدافع غلط الجول بيتحسب عليك بشكل كبير جدا. يعني النهارده تخيل انت النهارده قدر المباراه خرجت 2-1 او 3-1، 2-0 اتخرج بره، النهارده صعبت. كل ما النهارده بتحافظ على شباكك نظيفه كل ما بتصعب المهمه على الفريق في مباراه العوده. النهارده الاهلي قدر كمان يتخلص من رهبه مباراه الذهاب. انت دايما انت بتلعب مباراه الذهاب وعندك عبء كبير جدا وحمل تقيل جدا، هتكسب قد ايه؟ هتلعب الفريق ازاي؟ بأني شكل؟ بأني طريقه؟ طريقه لعبك هتغيرها؟ هتفتح الجيم ولا لا قدام فريق صعب زي كده؟ فكون النهارده الاهلي يبقى عنده البالانس ده في ادائه النهارده يا كابتن، ده اعتقد ده نجاح كبير جدا للمدير الفني وللعيبه، انك يبقى عندك الاداء ده البالانس ده دفاعيا وهجوميا، بتهاجم بشكل كويس قوي وبتدافع بشكل رائع جدا جدا جدا، بتلاعب فرقه امكانياتها وقدراتها ان هي تلعب على اطراف الملعب في الهجمات المرتده ومع ذلك تقدر تقفل الاثنين السنتر باكس اللي عندك. النهارده كان في تجانس عالي جدا ما بينهم الاثنين يا كابتن اسلام، خلت ادت الثقه للعيبه النادي الاهلي في الحته اللي قدام. انت دايما لما بتبقى عندك ثقه ورا يا كابتن، انا كلاعب بلعب في الحته الاماميه بالزبط. برتاح، ببقى مستريح. بدايه من حارس المرمى والاثنين السنتر باكس والاثنين الباكين لما بيدوني ثقه انا قدام ببقى مستريح. عشان كده لعيبه النادي الاهلي الشوط الثاني اختلف الاداء تماما عن الشوط الاول. ليه؟ مفيش هجمات خطر على النادي الاهلي الشوط الاول، مفيش استحواذ من قبل صن داونز ان هو يشتغلوا اللي هي الواحد ضد واحد ويعدي ويروح ويشتغل، الكلام ده ما كانش موجود بشكل كان موجود في نص ملعب على اطراف الملعب. يعني في بعض الاوقات مثلا اللعيب رقم 10 بتاعهم الاورجواني لعيب كويس بيستلم الكره بيروح، ولكن بتتقطع الهجمه عند ال 18. ليه؟ في اثنين بيراقبوا كويس قوي، في اليو دانج بيعمل التمركز، بيعمل التغطيه بتاعته بشكل كويس، عمرو السلاي الناحيه الثانيه ما شفناش عمرو السلاي في الناحيه الهجوميه، لكن النهارده في الناحيه الدفاعيه كان موجود. بتضغط عليهم دايما، عملت كل حاجه النهارده في الكره ما تؤهلك انك تكسب باكثر من هدفين النهارده. يمكن كابتن فتحي اتكلم على الاحصائيات، الاهلي اكثر استحواذا، اكثر تصويب، اكثر يعني الكرار اللي صالح النادي الاهلي، ست ضربات كل حاجه كل حاجه كل حاجه مقابل واحده له. الفرص الحقيقيه للنادي الاهلي النهارده اكثر من فرصتين حقيقيتين للنادي الاهلي ان هو يسجل منهم اهداف، وليك ضربه جزاء واضحه وليك ركله جزاء الشوط الاول واضحه وضوح الشمس، يعني الحكم تغاضى عنها او الحكم ما شافهاش، مش يعني مش هنظلم الحكام، ولكن احنا حظنا سيء للاسف في البطولات الافريقيه مع الحكام للاسف الشديد. يعني كل الحكام في البطولات الافريقيه دايما حظنا سيء معاهم للاسف الشديد. فعايز اقول لك النهارده الاداء يا كابتن اسلام، حتى كمان الاداء الهجومي النهارده، بتلعب من جبهه واحده ولكن جبهه شغاله طول المباراه، ما بتقفش، ما بتستنزفش، ما قدروش ان هم كمان فرقه سان داونز انه يقفلوا لك الجبهه دي، ولا قدر يقفل الجبهه وفي نفس الوقت ما قدرش يهاجمك من الجبهه دي. انا اعتقد ان النهارده مديشه ده رد كبير من علي معلول كلاعب دفاعي جيد جدا وهجومي جيد جدا جدا جدا، وجهه نظري يعني. طبعا طبعا، ما انا بقول لك فايلر التعليمات اللي انا شفتها النهارده لاليو ديونج مختلفه شويه عن الماتشات اللي فاتت. انت خلاص لما المدير الفني ابتدى يشوف ان انت بتتحرك من ناحيه الشمال، بتشتغل من ناحيه الشمال، كنت دايما بشوف اليو ديونج هو اللي بيميل الحته دي دايما ناحيه الشمال عشان يبتدي يقطع من نص ملعب، يقطع من الحته اللي قدام. النهارده طريقه اللعب بتاعت النادي الاهلي كانت مختلفه شويه، انك بتبتدي تضغط من قدام
عشان ما تديش فرصه سان داونز ان هو يهاجمك، فبالتالي ما تديش فرصه انك تشتغل في 80 90 متر كابتن بطول الملعب عشان المجهود الذهني على النادي الاهلي. وبتقطع من قدام طبعا، ما انت لما بتضغط عليه هتاخد الكوره، بتفقده الاهم ميزه بالنسبه له ان هو يبتدي ينقل، لان هم لعيبه كوره كويسين قوي. لعيبه كوره بيعرفوا يلعبوا كوره، بيعرفوا ينقلوا، بيعرفوا يشتغلوا كويس قوي، بيعرفوا يطلعوا من تحت يبنوا الهجمه بشكل جيد. فلما ضغطت عليهم بشكل كبير افقدتهم اهم ميزه بالنسبه له، وحضرتك بتتكلم عليها هي ميزه الاستحواذ، وانه ازاي ينقل نفسه في نص ملعب النادي الاهلي. انت عملت الكلام ده الشوط الثاني بشكل كبير، فبالتالي قدرت انك انت تخفق الهجمات بتاعتهم من بدري بسرعه قبل ما يبتدي يتحول، هو يعمل عمليه التحول. ثاني حاجه خليت المجهود البدني بالنسبه لعيبه النادي الاهلي اقل، انك بتتحرك في 45 متر ما بتتحركش في 90 او 80 متر الثانيه. عشان كده كنا يعني الشوط الثاني ما كنا بنشوف دايما علي معلول جاهز، اجاييه جاهز، ما عندوش استنزاف بدني لانه ما بيرجعش، قربنا لبعض بالظبط، ما بيرجعوش يا كابتن الحته الدفاعيه. فانا شايف النهارده يمكن مباراه من الافضل المباريات اللي ادارها فايلر النهارده على المستوى الفني، وحتى كمان على مستوى التغييرات يا كابتن اسلام كان اداء رائع جدا، وتغييرات في التوقيت مظبوط وفي اماكنها الحقيقه. طيب